السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا جماعة في قناة يحيى عدنان هوايات مصرية. النهاردة من المنصورة طالعين غاية حمام ما شاء الله عالية، نتفرج على فيديو جميل ومختلف في شغل الداير اللي احنا فيه أو برج الحمام أو غاية الحمام على حسب المسميات في كل مكان. يختلف الشغل هنا عن بقية الأماكن التانية. نتفرج على شكل العش ما شاء الله، يعني عش يعدي 20 متر، حاجة يعني مش فريدة من نوعها بس شكلها جديد وعلوها كمان. ياريت حلقة النهاردة تعجبكم، ولو ما انتش مشترك معنا في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا والله انا من منصورة مدينة نبروك، اسمي محمد الشحات، غاوي حمام وانا من عندي 8 سنين تانية ابتدائي. اول ما اخد حمام كان ابويا الله يرحمه كان منع الموضوع ده تماما، فلما ربنا كرمني وكده اول ما نشيت كنت في فص طماطم عندنا تحت وكده كنت باخدها وعملت داير مصري بيها وفكت ستاره من عندنا وعملتها شبكه واول ما نشيت حمامتين بلدي كنا على عماره جنب هنا، كنت ابقى اسعد انسان في الدنيا كلها بجد. انا من صغري وانا بحب الحمام، كان خالي اشرف طلعت والله يمسيه بالخير هو اللي غواني الغيه دي. بعد كده اشتريت جناب وعملته مصري وكده وجبت غيه من مصر من عند واحد اسمه احمد، بصراحه غيه كانت جامده بس حاش منها حمام كتير. ليه؟ كله قاعد مستنيك، واللي يضرب لك صاروخ واللي يرزع لك في اللوح تفتح على دكر جديد واللي يستناك مش مسكينك فرد حمام. واجهتك كذا مشكله كتير يعني قد الراجل ده محمد حسين موجود واخويا مش قادر اخد نفسي. طب محمد حسين جه نقل عندنا الشارع من 5-6 سنين، يا محمد الوضع 1-2-3، قال يا محمد حلك طبيه. قلت له تمام مفيش مشكله، تكلف كام؟ قال لي كان وقت ساعتها قال لي 40,000. قلت له خلاص هنحط مثلا 16 متر وهنتعامل. قال لي ماشي، حطينا 16 متر وجبنا حمام وفتحنا وجبت بدل غيه 2 و3 وضع منه الكوره واتمسك مني، بس هعمل حمام انا مش فارق معايا. انا امبارح اتحش مني ابلق بنفسجي اقسم بالله، جاي لي 27 دكر في مصر حاليا. انت عندك كام سنه محمد؟ انا عندي حاليا 28 سنه. الغيه دي بقى كام دور؟ هي 20 متر من غير الجنان، يعني 22 صافيها من تحت لفوق 22 متر. 22. وشكل العش الهزمه او الخشب اللي هو رايح شمال ويمين ده المقصات ده ما يخوفش او لا 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 لا، احنا اهم حاجه بنعتمد هنا على القرص. تمام، وان شاء الله ان شاء الله كمان بس شهر كده واشد الغيار كمان ان شاء الله. الامان بتحب النش اكتر ولا الفرخ؟ لا 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 ما عنديش فرخ، انا ما عنديش الكلام ده. انا راجل بسافر، انا اصلا مش قاعد معاه، انا بنزل بس 2-3 شهور. انا كنت ماشي الاسبوع اللي فات ده كنت ماشي تمام، بس انا اجلت عشان اعمل حمتين قبل ما امشي. عشان تعمل حمام؟ عشان اعمل حمام قبل ما امشي. طب يعني انا ان شاء الله من بكره نازل اعمل 30 باب للدكوره اللي جايه دي، 27 دكر انزل اعمل 30 باب للدكوره دي. تمام. طب ومين مثلا لو انت سافرت او كده مثلا ضيق صفا وبعيد ما بيواجهكش اي مشاكل في الغيط؟ بيواجهني والله، ما بيرضاش يطلع لك حمام مبهدلني احلى بهدل. طب هتفرجنا على الحمام اللي انت بتحب تربيه ايا كان نوعه او شكله، فرجنا بس. هما حمامتين عاديين خالص برضه، مش اللي بالك فيهم. تمام. طبعا الغيه ما بجيبهاش استغلال، اولا انا ما ينفعنيش لان في وقت انا بنزل مثلا 3 شهور مفيش وقت اني اجيب صالون في السوق وافضل افتح له واجري وراه والكلام ده، لا انا بجيب الغيه. انا جبت الغيه الحمد لله، قعدت من جبت 23 دكر قعدت منهم اللي عندك. والله اللي بلا ده اقسم بالله ما كملش في العيون ما كملش 20 في الطبليه باخد بيه ده، حط الخصمي بس ما خدش باله منه. يوم البنفسجي لما حط له لمع البنفسجي وما خدش باله من ده. انت هتضرب فرد حمام بس هتجمد لي فرد حمام تاني. ده اللي هو اللبلق. لبلق لغة. اللهم صل. والله ما كمل 25 يوم في الطبلية باخد بيه. اللهم صل. حتى سيبك حمام ما فيش مشكلة. حمتين يعني يشربوا. غريب يعني لو تشتري من غية تانية و تسيبوها كل فرد حم من ده ليه حكاية معايا وانا بفتحها. والله 25 في الطبلية الدكر ده بس الدور اول. اللهم صل على النبي. هنا ايه بقى؟ مفيش انت عندك هنا كام دكر؟ هذا
والحمل كان اصله طاير فين بقى؟ كل ده كان من شكل من منطقه يعني شكل من كل بلد كل محافظه مفيش ده كله كل محافظه بس كل فرد عارف هو جاي انا جايبه منين وانا اللي نشوه وانا اللي فتح له عارف كل فرد حمى على غير باكستان زي من المنصوره من طبلات الظابط اجمد غيه جبتها تعالى يا استاذ محمد عامل غيه النهارده وصنعها طبعا انا من التعريف كنا عملنا معاه حاجه قبل كده غيه التندر سلم على الناس وصبح عليها احلى مساء على الناس كلها حبايبي ربنا يبارك للناس كلها ويرزق الناس كلها بالاحسن حبيبي يا محمد الله يبارك لك ايه رايك بقى في الغيه اللي انت عاملها ديت والله هي الغيه ديت هي عندنا دلوقتي يا يحيى ماشيه غيه امكانيات ما انت معاك امكانيات هتعمل ما معكش امكانيات مش هتوصل انت بتعمل غيات الحمام وكده انا بعمل غيات الحمام لو غيت حمام مثلا 6 متر طولها مثلا من تحت مثلا 5 متر في 5 متر تمام تتكلف لها قد ايه في غلو اللي احنا غلو الخشب دلوقتي يعني ارتفاع 6 متر تاخد لها بتاع متر خشب الواحد شكلات وتاخد لها متر برضو طبق على على نص متر عروق لو المتر مستعمل هنا بيتباع المتر مستعمل ب 5000 تاخد لها ب 12000 جنيه خشب غير الدايره غير الدايرة بقى على حسب بقى انت هتجيبه وضعه ايه وخانه البغداد اللي تحمل اللي هو انت بتسموه الغاوي ما بيفكرش في تكلفه ال بص يا احياء ملهاش علاقه بتكلفه انا لو في جيبي 100 جنيه هصرفها على الحمام ايا كان بقى الغاوي بيصرف فاهمني ما بيستكترش حاجه خلي بالك اللي بيفكر في الفلوس او بيفكر ان هتكلفني 50 ومش هينفع اجيبها لا يبقى ده مش غاوي حمام طب يلا بينا نفتح الحمام يلا يا باشا في نهاية الحلقة بقى محمد عايز تقول لهم ايه؟ والله يا عم يحيى اللي عنده حاجة بيعملها احنا مش فارق معانا حد اللي عايز يدش يدش واللي يسرق يسرق واللي يخطف يخطف انهي مجالات هنا مفيش مجالات هنا خد ونام لو بعد 100 سنة خد ونام خلاص فانا ما واجهش كلمة حد بس احب اشكر حبيبي وصاحبي محمد حسين قبل اي حد وياليه محمد سعد وابراهيم اخويا ابراهيم بتطلع ابراهيم تفتح الحمام وهو مش موجود هنا؟ اكيد طبعا يعني بتطلع الصبحيه تطير وتاكل حمام الصبحيه بطلع اكلهم واقوم رايح افتح لهم الاول وبعد كده باكلهم قبل ما اروح شغلي وكده ميعاد واحد يعني ميعاد واحد الصبح لو محمد بيفتح الحمام شهرين بس في السنه ابراهيم بيفتح ال 10 شهور يعني محمد بينزل اجازه ضيقه بحكم ان هو بيسافر فاجازته صغيره انما ابراهيم هو اللي متولي كل حاجه هنا في الطبليه وحتى واحنا بنشتري الطبليه الجديده دي واحنا بنعملها كان محمد مسافر محمد نزل وهي خلصت تمام قعدنا بتاع 5 شهور مشغلين فيها ابراهيم اللي كان معايا في كل حته وسايب شغله
حبا في الحمام يعني. ربنا يا رب يقدم لكم اللي في الخير الحمد لله، وتبقى احسن غيه والطياره احلى حمام في الدنيا، وان شاء الله ما تكونش اخر حلقه. حبيبي يا محمد، صوتك طيب. تسلم يا جدع.